أحلى شباب، كيفكن؟ بدي أعلمكن أعزف أغنية هاجر للفنان وفيق حبيب. ناقص 3 ترانسبوس، أنا عامل إيقاع لف مشرق السي والمي. سرعة الإيقاع شي 100 وشي تقريبا، بس أنا رح أعزفها بسرعة بطيئة أول شي مشان تحفظه. أوكي، أول شي بعدين بفوت بحركة هيك شباب، تمام أصدقائي. بعدين بفوت بالكلمات، هاجر فوق الروشة تا تا تا. خلينا نستخدم شي صوت يكون هيك نقي ويكون واضح، يعني هذا أورجان. بس يخلص هاي بيحكي الله الله يا الله وتحمي حسن نصر الله. سوري شباب، بس انا ما بتعاطى بالسياسي او شيء، بس انه هيك الكلمات الاغنية بتحكي. تمام؟ اوكي شباب؟ طبعا
هو بيحكي هاي الكلمات بفوت بحط فيل ان وبدخل فارييشن. يعني شوفوا كيف يقصف عمرك يا داعور سائر ماهر ماهر احلى طيور. تمام شباب هاي الكلمات. بعدين شباب بيفوت بموسيقى هيك. بس يخلص الكلمات شباب يحكي هاي هاجر بيجي الدعور بفوت موسيقى هيك.
بعدين هاي الموسيقى شباب بختمها هيك. طبعا بلعب بالبيتس شوي على اليسار، عفوا على اليمين. بعدين شباب بفوت بصوت ناي، طبعا انا هيك طلع معي. شوفوا كيف نحن ما معنا ناي، نحن عم نعزف على الأورج. اوكي خلنا نجرب مع الايقاع. شباب هلق في حركة بفوت فيها بصوت ناي كمان، خلينا نجرب نلعب بإيقاع 60. أعدلكم الحركة لأنها ثقيلة شوي. خلنا نلعب مع الإيقاع.
بعدين بحكي كلمات نفس اللحن تبع هاجر فوق العروشي انا عزفتها قبل. فينا نختمها بهذا الصوت كمان بتطلع أجمل. هاي الأغنية شباب، إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم أعطونا لايك واشتركوا بالقناة. الجداد أهلا وسهلا فيكم، أو فعلوا الجرس واكتبوا لي شو بدكم بالتعليقات، وإن شاء الله ما منقصر مع هذا مثل العادي. تحياتي للجميع.